السبيل لإعادة الخلافة الإسلامية وتحكيم كتاب الله فينا وتحرير القدس، هذا لن يكون إلا بشرع النبي محمد، لن يكون بالديمقراطية أبدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبوة ثم الخلافة التي على منهج النبوة ثم ذكر الملك العض والجبري، وفي النهاية قال إيه؟ ثم خلافة على منهاج النبوة. هل لو جبنا حاكم إسلامي، حتى لو الديمقراطية أتت بحاكم إسلامي وحكم الشريعة، يبقى دي دولة إسلامية على منهج النبوة؟ لا يمكن، مش على منهج النبوة.